خدمة أخرى أيضا مشاهدينا الكرام من خدمتنا اليومية بنحرص إن احنا نقدمها لحضراتكم هي الحالة المرورية في الشوارع والميادين المختلفة. عشان كده نروح مع حضراتكم لاستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الزميل العزيز تيموثي إيهاب مراسل إكسترا نيوز. صباح الخير عليك يا تيموثي. صباح الخير عليك يا باسم وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح وإكسترا نيوز في كل مكان. بصبح على حضراتكم من هنا من غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة وهنطل إطلالة سريعة على عدد من الشوارع والميادين والكباري اللي في محافظة الجيزة واللي أيضا بتربط محافظتي القاهرة والجيزة وبالتالي إقليم القاهرة الكبرى بعضه ببعض. خلينا نبتدي مباشرة بأحد هذه الكباري الهامة وهو كوبري 15 مايو. طبعا كوبري 15 مايو من الكباري اللي زي ما ذكرت بتربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة وبنشوف هنا الجزء أعلى ميدان سفينكس. أعلى ميدان سفينكس بنشوف السيولة المرورية في الاتجاهين سواء الاتجاه اللي جاي من القاهرة للجيزة وبنشوف المنظر المستحدث على شارع أحمد عرابي وكذلك الاتجاه الآخر اللي جاي من الجيزة للقاهرة وبنشوف فيه سيولة مرورية كبيرة. لو انتقلنا إلى كوبري آخر يمكن بيوصل محافظة الجيزة بالطريق الدائري وهو كوبري صفت بنشوف في كوبري صفت أيضا سيولة مرورية في الاتجاهين مع العلم طبعا ان احنا دخلنا في فترة الدراسة وبنشوف ومع ذلك هناك سيولة مرورية في الاتجاهين سواء الاتجاه المتجه ناحية الجامعة او الاتجاه المتجه ناحية الدائري. لو انتقلنا الى شارع وميدان طبعا هامين جدا شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود بالتحديد بنشوف في ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية ايضا كبيرة سواء الاتجاه اللي رايح ناحيه خدمات شارع السودان او الاتجاه اللي رايح ناحيه ميدان سفينكس. وختاما مع كوبري السادس من اكتوبر طبعا كوبري السادس من اكتوبر واحد من الكباري الهامه واللي يعني بتربط مناطق كتير قوي في القاهره والجيزه ببعضهم فبنشوف في هذا الشريان الهام بنشوف في ايضا سيوله مروريه كبيره في الاتجاهين ده الاتجاه اللي جاي من الجيزه وده الطلعه من عند كورنيش العجوزه وده الاتجاه اللي جاي من القاهرة للجيزة ده الاتجاه المتجه من الجيزة للقاهرة وده من القاهرة للجيزة. إذن مشاهدينا كانت هذه إطلالة سريعة على عدد من الشوارع والميادين اللي بتربط محافظتي القاهرة والجيزة واللي بتعتبر محورية في محافظة الجيزة كما ذكرت. برجع ليك مرة تانية يا باسم. جزيل الشكر ليك. إذن الزميل العزيز تيموثي إيهاب على نقل هذه الصورة الحية لنا والبث المباشر.